حبايبي جريد فور، تعالوا مع بعض كده نراجع كلمة راوند أو استيميت. ولما يقول لك راوند أو استيميت، الراجل ده مش هيسيبك كده عايم، ممكن معاه هيقول لك تونيرست كذا. هل قايل لي تونيرست؟ آه أهي. طب تونيرست كام؟ 10. طب يا مستر أنا ناسي مش عارف، تعالوا نروح على صفحة فاضية، نروح على صفحة فاضية ونشاط. بص حبيبي، لما يقول لك كلمة نيرست لازم تبقى عارف البيس. مش فاهم قال يعني لما اقول لك 2 3 6 7 0 5 وكمان 8. بص بقى معايا، هنراجع درس البليس تاني، درس مهم. يا 2 انت البليس بتاعك ايه؟ ما حدش جاوب بدون اذن. يلا الله عليك، شكرا يا كارما. وانس، يلا نمشي الناحيه دي. اسمك حبيبي، يلا. الثري البليس بتاعها الله، يلا. لا كارما انت جاوبتي خلاص. ياسين السكس، شكرا يا اخوانا اللي يجاوب يشيل ايده من على بقه عشان اسمع. ادم السفن، شكرا. ثاوزند، هبه الله عليكي. 10 اديها تي، وادي 1000 تي اتش. الفايف هي دي عمر، بالراحه. ايوه كده 100 اتش وكمان تي اتش. اخر حاجه الايت من غير انا الحر، مليون. برافو عليك. ايه ده انت ليه بتراجع معايا درس البيز فاليو؟ اسمع لو سمحت، لو انا جيت ده درس الراوند وقلت لك انا عايز تو نيرست 10، تعالى ناخد اول واحده. ثواني والنبي يا كرم، احنا معانا درس يا اخوانا صدقوني جميل وفين. انت بتقول لي نيرست 10، اروح لل 19 اسالها مين في بيت ال 10؟ فيا ياسر، شكرا، احط له اندر لاين ومش هلعب معاك. حنين، بعد كده نروح على مين؟ اللي جنبه. نروح لمين؟ مين اللي جنبه؟ اسالها انت از 5 ولا 4 5؟ نعيد تاني، ثواني بقى عشان في ناس شكلها ما حضرتش معانا الكلام ده. لا حاضر، اديني اعيد تاني. حضرت يا ملك؟ طيب، طب حاضر، في معانا مالك اهو ما حضرتش. نعيد تاني، بصوا حبايبي هنلعب تاني. لما تديني 35 واقول لك نيرست 10، مين في بيت التاني يا مالك؟ برافو، اعمل لها اندر لاين واروح على يمينها. على يمينها كام؟ مش عليا، بقول مالك بس 5. بص يا مالك، لو لقيتها 5 او 6 او 7 او 8 او 9، دول مور 5. يدوا ولا ما يدوش؟ يدوا كام؟ لمين؟ اللي انا واقف مستني. طب وبعد ما تدي؟ انزل اكنسل واكتب مكانها. شكرا، يبقى هنا ده كده ادي علامه النيلس اللي هي النون. الفايف مشيت وكتبت زيرو، والثري خدت 1 بقت كام؟ نقول تاني. ركز يا مالك، خلاص يا اخي، خلاص يا كارما، سيبيها يا كارما. بصوا حبايبي، الراجل بيقول لي تونيرست 10، رحت رايح عند التن اللي هو الوان، بوت يور هاند داون، رحت على يمينها الناين. هتدي ولا مش تدي؟ تدي كام؟ تديها لمين؟ للوان. طب وبعد ما تدي؟ تمشي واكتب اجي في الحته الفاضيه دي اكتب 20. ايه رايكم؟ نلعب تاني، يلا. ال 32 عبد الرحمن، احنا بنعمل نيرست الاول قبل البلس. يلا هنكتب ال 3، هنشوف اللي قبلها. الله، ستوب. شفت الواد قال لك ايه؟ ال 3 هي اللي بيت ال 10، ما العبش معاها، اروح للي جنبها 2. اساله انت بيجست؟ لا، ليس او مور. هي ليس 5 ولا مور 5؟ هنا هي ليس 5، فال 3 هتنزل زي ما هي وهتكنسل. يعني اكتب كام؟
شكرا. بعد كده حبايبنا هنعمل بلس. نعيد تاني. هنعمل بلس زيرو وتو مع الفري تبقى فايف. نلعبها كمان مره. طب يلا بسرعه واحده بس عشان عندي شويه تاني. طب كم واحد مش فاهم؟ لا ده عايز يجاوب ده بيستعرض. انت فاهم حبيبي؟ طب يلا معايا تعال نروح لنمبر سي. احنا بنعمل نيرست كام حبيبي؟ ما بصش عليا بص على المساله. اروح اسال مين في بيت التن؟ اعمل لا مين اللي بيتكلم؟ ما حدش يتكلم بدون اذن. يلا يا دي عمر يلا اروح لمين؟ اللي على يمينها الايه؟ نسالها قالت لك تعمل ايه؟ طيب ما تقول حبيبي هتدي للسيفن الاول وان وبعدين يا عم بقى كنسل وما تكنسلش يا عم. يا عم جبت لي شلل بس عادي. يبقى دي 1 وادي 5 وال7 بقت كام؟ وال8 مشيت؟ اه ملك يلا يا ملك. ملك كان يجرى لها حاجه لو ما جابتش كانت بتجهز الدمعه. يلا حبيبتي ها احنا بنعمل نيرست كام؟ التين في بيت ايوه يبقى كنسل ال1 واكتب مكانه التو. حد ده حاجه واكمل 1 4 وبعد كده هنعمل ايه؟ بلس يا بابا هنعمل ايه؟ بلس. اقعد يا حاجه يلا بسرعه عندنا حاجه تاني. يلا بقى هنعمل البلس. ايه بلس 2؟ ها؟ طب اكتب التين كلها. ايوه وكاري 1 1 و5 6 و1 1 و4 5. طب تعالوا ناخد حاجه ثانيه برضه. اصبر حبيبي والنبي اصبر حبيبي والنبي. ايه رايك؟ طب انتوا شايفينها الاول؟ اه. هو عايز اعمل ايه؟ قبل الماينس اقرا السؤال حلو. عايزني اعمل نيرست الاول وبعدين اعمل ماينس سبتراكت. ركز حبيبي والنبي تعالوا يلا مين هيلعب معايا؟ طيب هناخد الباشمهندس قاسم. احنا بنعمل نيرست 1000 من غير ما تعرفوا مين في بيت ال 1000. بص هناك ما بصش عليا الناين. اروح اسال مين؟ مالك خد بالك يا مالك. يلا حبيبي ها بكنسل. بص بقى هكنسل التو وكنسل وكنسل واكتب مكانهم. عيد تاني عيد تاني. يلا نلعب بقى اللي تحتها. حد تاني غير لا انت جاوبت خلاص. يلا يا باشمهندس هنا مين في بيت ال 1000؟ برافو. اروح اسال مين؟ لا 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 8 8 8 8 8 8 8 8 يبقى الواد ده رايح للفري وبعد كده هي تمشي 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 0 0 0 4. بعد كده نعمل لا لا حبايبي تعالوا مع بعض نشوف كده. يبقى انا المساله بتاعتي ممكن يبقى فيها حاجتين نيرست راون في الاول وبعد كده بلس او ماينس. اوعى تتسرع اقرا السؤال كويس. عملنا الراون يلا بقى نعمل الماينس. لما اجي اعمل بلس اعمل ماينس ابتدي من وانس يعني ابتدي من الرايت من اليمين. كملي يا بابا 0 ماينس 0 وكمان 0 وكمان 0 9 ماينس 4. حاضر يا ادم حاضر هدي لك دلوقتي حاجات. شكرا يا ملك اقعدي. بصوا معايا عندي حاجه تاني برضو عايزين نقولها. مالك يا ابني ما بتتحركش ليه؟ حبايبي تعالوا نكمل برضو حاجه تاني بس بص معايا وللمره التانيه انت لازم تقرا السؤال كويس
بص معايا اول كلمه كلمه ايه يا حبيبي؟ راوند. استنى يا مستر، راوند. هل قال لي تو نيرست كذا؟ لا. ايه ده؟ ما قالش. اسمع يا بابا، ما قالش وقال لك كلمه استيميت. لما اقول لك راوند يا بص قدامك واستيميت وما اقولكش تو نيرست 10 او 100 او 1000 تعمل ايه؟ حاجه يا بابا اسمها فرونت اند، يعني تروح لاخر ديجيت في الايه؟ في الليفت. بص معايا في نمبر ايه؟ مين اخر ديجيت؟ برافو. بص بقى تقول له اخد الفايف بس حبيبي اسمع، عشان زمانك مش عارفين، ادي لك امتحان ووريني شطارتك واكتب الباقي زيرو. نعيد تاني، لما يقول لي استيميت او راوند وما يقابليش لا 10 ولا 100 ولا 1000 تاخد اخر ديجيت في الليفت. مين اخر ديجيت تحت؟ الوان. طب والباقي؟ شكرا. اهدوا حبايب، محدش يرفع ايده. تعال نقول تاني، ناخد سي. ما قالش نيرس، ما قالش تن، ما قالش 100، يبقى نروح لاخر ديجيت اللي هو. طب والناين اعمل معاها ايه؟ والسيفن والفايف. يلا اللي تحتها انا هاخد الايت والباقي كله زيرو. ادي حبيبي لما ما يقولكش تون نيرست كذا، بعد كده تشوف مسالتك، لو بلس اعمل بلس، لو ماينس اعمل. قول تاني، قول تاني. متاكدين؟ تعال بقى حبيبي هنعمل ستوب في الجزء ده. اقول لك ايوه.